أهلا بيكم في فيديو جديد من سلسلة فيديوهات رحلة دهب. النهاردة هنتكلم على 4 مطاعم من أحلى المطاعم في دهب من الجودة والسعر. عندنا بالنسبة للفطار في مطعم يم يم وفي المصريين، بعدين عندنا بالنسبة للغدا من أحلى المطاعم اللي تتغدى فيها غدا كويس في دهب هو مطعم كينج تشيكن. والمطعم الرابع هو مطعم البورسعيدي. المطعم البورسعيدي ده كبدة، سجق، كفتة، برجر. النهاردة انا اخترت لكم مطعم من الاربعة دول، انا رحت اكلت فيه وصورت فيه وحبيت ان انا اشارككم معايا اليوم ده. لو سمحت انا كنت جيت له من 2 دقيقة وعملت اوردر ربع فرخة على الفحم، بدأ فيه ولا؟ طيب ماشي، هستأذنك ممكن المنيو تاني لو سمحت. جيت لك اهو، بدأت فيه ولا لسه؟ شكلك لسه ما بدأتش. اكيد الايه؟ الخضار. الخضار عايزه ايه؟ انت عندك ايه؟ عندي النهارده فاصوليا وبطاطس وملوخيه. فاصوليا انهي فاصوليا؟ بيضة. ماشي، فاصوليا بيضة. تمام، حاجه تاني؟ بس هو بينزل معاه الفاصوليا وربع الفرخه مشويه على الفحم متقطعه 3 حتت، والرز والسلطه والطحينه وبابا غنوج ومخلل وفي عيش بالمره كمان. وشوربه. في عيش ولا مفيش عيش؟ ماشي، تسلم الايادي، انا مستني اهو. ماشي يا جميل. تسلم ايدك. ناقص ايه؟ الفراخ ده اهم جزء في الموضوع. ماشي. طيب الاوردر نزل سلطه خضار، بابا غنوج، مخلل، لوبيا بيضه، شوربه، رز، طحينه، وعيش، واهم جزء في الوجبه لسه ما جاش. ف هنشوف الموضوع هيبقى عامل ازاي لما الفراخ تيجي. خلونا نشوف. طيب الفراخ المشويه المفروض ان هي ربع فرخه مشويه وبتكون متقطعه 3 أو 4 حتت، فخلونا نشوف الوضع هيبقى ازاي دلوقتي. تخيلوا ان السفرة دي كلها ب55 جنيه بس، يعني بصراحة الاسعار هناك لطيفة والاكل جميل بصراحة، يعني سواء الرز او الخضار او الفراخ التتبيلة بتاعتها حلوة. كينج تشيكن جنب نيو لايف هوتيل، لو انت جاي من ناحية اللايت هاوس فهيكون كينج تشيكن على ايدك اليمين، قدام شوية البورسعيدي، بعديه على طول يام يام. ال4 مطاعم دول انا جربتهم وبصراحة الاكل فيهم عجبني. ده كان فيديو بسيط حبيت اقول لكم فيه ايه الاماكن اللي تقدروا تاكلوا فيها اكل كويس بسعر كويس. ال4 مطاعم دول كويسين، فانا حبيت اعمل الفيديو ده علشان الناس تستفيد من تجارب الناس اللي قبلها، ودي بتبقى حاجه كويسه انك تجرب حاجه وتقول اللي انت جربته، وغيرك لما يروح يرجع ويقول انا جربت وحصل معايا 1 2 3، عشان اللي جاي بعد كده يتلاشى الاخطاء اللي قبله. واتمنى انكم تستفادوا من الفيديو ده، وزي ما قلت لكم الفكره من فيديوهات دهب ان هي تكون مرجع لكل واحد رايح دهب وحابب يشوف الوضع ماشي ازاي قبل ما يروح. انا سعيد جدا ان انا بقدم لكم حاجه زي كده، وان شاء الله في تكمله تانية لسلسله الفيديوهات لدهب، وان شاء الله لما نخلصها في اماكن تانية برضو موجوده، ونتقابل في فيديو جديد من سلسله فيديوهات دهب ان شاء الله. السلام عليكم.